بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي للتعليم الفني الصناعي تخصص الملابس الجاهزة. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة. إن شاء الله النهاردة معدنا مع مادة جديدة من مواد التخصص وهي مادة مراقبة الجودة. أحب قبل ما نبتدي كده نعمل مراجعة للباب الأول خاص بمادة مراقبة الجودة. أعرف الأول المنهج بتاعنا عبارة عن إيه وإزاي الأبواب بتاعته متقسمة معانا. نشوف كده مع بعض. عندنا الباب الأول هو العوامل التي تؤثر على مستوى جودة الإنتاج. الباب الثاني هو التعرف على طرق وأنواع مراقبة الجودة. الباب الثالث هو التعرف على التوحيد القياسي والأسس الإحصائية لمراقبة الجودة. إن شاء الله هنكون مع بعض النهاردة في مراجعة على الباب الأول اللي هو الخاص بالعوامل التي تؤثر على مستوى جودة الإنتاج. قبل ما نبتدي فيه ونعرف إيه هي العوامل، أحب أسأل كده أعزائي الطلبة والطالبات، يعني إيه مراقبة الجودة؟ أنا سامعة كده أعزائي الطلبة بيقولوا لي ده سؤال بسيط جدا ومش مستاهل إن احنا نجاوب عليه، ده احنا خدنا مراقبة الجودة بقالنا سنتين. تمام، مفيش مشكلة، نراجع بس كده. مراقبة، أيوة أنا سامعاكم وحضراتكم بتقولوا أهو معايا، مراقبة يعني متابعة، وجودة يعني تقييم أداء المؤسسة أو المنشأة الصناعية. تمام جدا، الكلام ده كلام مظبوط، يعني معنى كده أن مراقبة الجودة هي متابعة وتقييم أداء المؤسسة أو المنشأة الصناعية. طب أنا بعمل متابعة وتقييم للأداء ليه؟ سامعاكم وأنتوا بتقولوا أهو معايا، بسبب الوصول لتوقعات المستهلك أو العميل بتاعي، وكمان إن تحقيق المنافسة بين الشركة بتاعتي أو المصنع بتاعي وبين المؤسسات اللي ليها نفس الإنتاج بتاعي، كمان غزو الأسواق المحلية والعالمية. يبقى الهدف من مراقبة جودة الإنتاج هو الوصول للأسواق المحلية والعالمية وتحقيق متطلبات المستهلكين اللي هم الأفراد اللي بيشتروا مني المنتج بتاعي. طيب الكلام ده مظبوط جدا. طيب ايه ده هيفيدني في مجال التخصص بتاعي كتخصص ملابس جاهزة؟ طبعا هيخصني كتير وهيفيدني كتير جدا. انا بطلع كمصنع ملابس جاهزة، بطلع عندي منتج خاص، منتج ملبسي بيتناوله جميع افراد المجتمع وجميع فئاته، فانا محتاج ان انا اطلع منتج على جودة عالية وفي نفس الوقت بيكون باقل التكلفة وبيفي باحتياجات ومتطلبات المستهلكين بتوعي. كمان احب اوصل بجودة المنتج المصري للجودة العالمية، وان انا اقدر اسوق المنتج المصري بتاعي في الاسواق العالمية. هنبتدي بقى نشوف مع بعض كده ايه هي العوامل اللي بتؤثر على مستوى جودة الانتاج، وهو مجال او موضوع حلقتنا النهاردة. بنشوف كده مع بعض، هم خمس عوامل عندي. اول عامل هو الادارة، تاني عامل هو حجم المصنع، تالت عامل هو المواد الخام، رابع عامل الماكينات، والخامس نوع الانتاج. طبعا احنا هنشرح مع بعض كل واحد منهم بالتفصيل، بس احب كده ناخد فكرة عامة عن الخمس عوامل دول بشكل مبسط وسريع. هنشوف مع بعض كده اول حاجة اللي هي الادارة. المقصود بكلمة الادارة هي توفير او استغلال او استخدام كل الموارد المتاحة لدي كمؤسسة صناعية بهدف ان انا اوصل لجودة المنتج بتاعي. يبقى المقصود بالإدارة هو استغلال أو استخدام الأمثل لجميع الموارد المتاحة إلي للوصول للهدف بتاعي. طبعا الهدف بتاعي كمؤسسة صناعية توزيع المنتج بتاعي وفي نفس الوقت تحقيق الربح اللي أنا محتاجه. تاني عامل عندي قلنا اللي هو حجم المصنع. حجم وموقع المصنع بالتحديد هيفرق معايا في مجال أو في عملية مستوى جودة الانتاج. هيفرق معايا كتير جدا لو انا الحجم بتاعي بتاع المصنع، هل كبير هل صغير، هل بيتكون من طابق واحد ولا من عدة طوابق، على اساسه بجيب وبوفر المواد الخام وبوفر المعدات، هل احجامها بتتناسب معايا مع المساحة ومع الحجم، ولا هجيب الحاجة او اجيب الاجهزة والمعدات بتاعتي ومش هقدر ارتبها بالترتيب المظبوط اللي انا محتاجه في عملية الانتاج. طيب بالنسبة لموقع المصنع، طبعا برضو محتاجه جدا، يكون في نفس الوقت يكون متوفر قريب من الأسواق، قريب من موردين المواد الخام بتاعتي، قريب من طرق ووسائل النقل، يكون متوفر أو قريب منه أو متوفر في البنية التحتية الخاصة بيه. كل ده، كل العمليات دي بتؤثر معايا على مستوى جودة المنتج. تالت عامل كانت المواد الخام. المواد الخام المقصود بيها هنا المواد الخام الأساسية والمواد الخام المساعدة. لو أنا مش عندي مادة خام هنفذ بيها المنتج بتاعي، يبقى أنا هشتغل إيه؟
ما انا محتاجه علشان انتج منتج يكون فيه مواد خام سواء كانت اساسيه او مساعده. طب المواد الخام دي هتبقى متوفره بجميع امكانياتها، متوفره بالجوده العاليه، متوفره بان تكون تكلفتها قليله او بسيطه، اقدر اطلع بيها المنتج بتاعي على مستوى عالي من الجوده وفي نفس الوقت بتكلفه قليله. ده لازم اكون عارفه جدا وكويس جدا قبل ما اشتغل في المشروع بتاعي او في المنتج بتاعي. كمان الموردين بتوع المواد الخام دول هيبقوا متاح لدي ان انا في اي وقت احتجت الماده الخام دي سواء كانت اساسيه او مساعده اقدر الجا لهم في اي وقت. هل اماكنهم قريبه من المصنع بتاعي؟ كل الكلام ده لازم اراعيه او احطه في اعتباري وانا بفكر في المشروع بتاعي. عندي العامل الرابع وهي الماكينات. الماكينات دي طبعا لازم تكون اللي هي الخاصه بعمليه التشغيل المنتج بتاعي، فلازم اراعي فيها حجمها بالنسبه لحجم المصنع، نوعيه الماكينات اللي انا محتاج انفذ بيها المنتج بتاعي، هل النوعيات الماكينات دي كلها متوفره ولا انا هنتج منتج محتاج نوعيه مكنه معينه وهي مش متوفره لدي في الاسواق، ففي الحاله دي يبقى المنتج بتاعي هيقف ومش هقدر استخدمه او مش هقدر انفذه بالطريقه المظبوطه اللي انا عايزاها تطلعه لي بالجوده العاليه. ففي الحاله دي يبقى انا لازم اراعي كويس نوعيات الماكينات اللي انا محتاجها في انتاج المنتج بتاعي. كمان هل ليها قطع غيار متوفرة عندي في الأسواق لو حصل لها أي عطل أو أي كسر لجزء منها من الأجزاء، هل هي متوفرة أقدر أجيبها بسهولة ولا هبقى مش متوفر لدي القطع الغيار ليها فهيتعطل الإنتاج بتاعي في وسط الشغل؟ فانا محتاج برضو اكون متاكد من ده كويس. عمليه الصيانه الخاصه بالماكينات، هل انا عندي فعلا عماله تقدر تقوم على عمليه صيانه الماكينات دي كصيانه دوريه او صيانه مؤقته او غيره اثناء عمليه التشغيل؟ لازم اراعي ده كويس. عندي العامل الاخير وهو نوع الانتاج، ونوع الانتاج ده هنا المقصود بيه مش ان نوع المنتج اللي انا هنتجه قميص او بنطلون او بلوزه، لا خالص، هو المقصود بنوع الانتاج هنا المنتج اللي احنا تم انتاجه بالفعل مستوى جودته ايه، هل هو منخفض او متدني، هل هو متوسط في الجوده، هل هو عالي الجوده. وده كل ده هنشرحه مع بعض بالتفصيل. هنبدا مع بعض كده باول عامل وهو الاداره. هبتدي اعرف اول حاجه في الاداره ايه هو تعريف الاداره. طيب تعريف الاداره كده انا عايزه منكم كده تفتكروا معايا كلمه اداره معناها ايه او المقصود بيها ايه. زي ما احنا متفقين ان الاداره دي هو الشخص المسؤول عن نظام او تسيير الاعمال في المؤسسه الصناعيه بوجه عام، المفروض عليه ان هو متوفر عنده بعض الموارد وبعض المواد لازم يستغلها بطريقه مظبوطه وطريقه سليمه عشان يوصل في النهايه للمنتج بتاعه على الجوده العاليه اللي هو عايزها، او علشان خاطر يحقق الهدف بتاعه اللي هو انتاج منتج بيتوقعه او بيفي باحتياجات المستهلكين في نفس الوقت يكون على جوده عاليه وتكلفه قليله. طيب نيجي نشوف التعريف بتاعنا هو بيقول ايه. هو الاستخدام الفعال والكفء للموارد. يبقى اولنا هو الاستخدام الفعال والكفء للموارد. انهي موارد؟ بيقول لي الموارد البشريه والماديه والماليه والمعلومات والافكار والوقت. يبقى انا كده عندي خمس نوعيات من الموارد، نفتكرهم مع بعض علشان هنرجع نشرح كل واحد منهم بالتفصيل. طيب هل الموارد اللي انا هستخدمها للاستخدام الفعال والكفء دي هستخدمها ازاي؟ بيقول لي من خلال العمليات الاداريه. طب ايه هي العمليات الاداريه؟ بيقول لي المتمثله في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابه. طيب كل ده ليه؟ بغرض تحقيق الاهداف. طيب نرجع بقى نشرح كده كلمه كلمه بالتفصيل المقصود بيه ايه كعمليه الاداره. قلنا هو الاستخدام الفعال والكفء للموارد. الموارد اللي هي الموارد المتاحه لدي في المؤسسه استغلها او استخدمها بالطريقه والاسلوب السليم علشان اوصل بيها للهدف بتاعي. طب ايه هي الموارد اللي ممكن تكون متاحه لدي في المؤسسه بتاعتي المؤسسه الصناعيه؟ بنقول اول مورد عندي هي الموارد البشريه. طب ايه المقصود بالموارد البشريه؟ من اسمها كده معناها الافراد او العاملين في المؤسسه الصناعيه. طيب ده مورد. طب المورد الثاني اللي هي الموارد الماديه. طب ايه المقصود بالموارد الماديه؟ المورد المادي او الماده عموما هو كل ما هو محسوس وملموس اقدر احسه والمسه بايدي. تمام كده يبقى عرفنا المورد البشري والمورد المادي. طيب المورد المالي من اسمه كده معناه بيتدخل فيه الماده بشكل عام، الفلوس المصاريف او التكاليف اللي انا هصرفها او اللي انا هتكلفها وانا شغال في المشروع بتاعي.
تمام، يبقى الاستخدام الفعال والكفء للموارد البشريه والماديه والماليه. طيب عندي بعد كده المعلومات والافكار. ايه المقصود بالمعلومات والافكار؟ المعلومات والافكار المقصود بيها هنا هي الارقام والحقائق والقوانين اللي بتمشي عليها المنظمه. زي ايه مثلا الارقام؟ الارقام والحقائق اللي انا وصلت لها في المشروع بتاعي، المشروع الخاص بيا والمشروع الخاص بالمؤسسات او الشركات المنافسه لانتاج المنتج بتاعي. دي ناحية. ناحية تانية في قوانين داخلية خاصة بالمؤسسة نفسها، وقوانين خارجية اللي هي بتربط المؤسسة بالدولة التابعة ليها. فلازم برضو الإدارة بتاعت المنشأة الصناعية تاخد بالها من ده كويس. نرجع بعد كده بيقول لي ان ده بيكون من خلال العمليات الإدارية. طيب انا مش عارفة ايه هي العمليات الإدارية دي، قال لي المتمثلة في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقاب. التخطيط يعني ايه؟ انا في بدايتي انا جات في دماغي فكرة مشروع، محتاج اعمل خطة، بقول والله انا علشان اعمل المشروع ده محتاج كذا وكذا وكذا. تمام، طب انا كده خلاص خططت وعرفت انا عايز اعمل ايه. طيب انا همشي بشكل عشوائي؟ لا، بنقول لازم نعمل عملية تنظيم. تنظيم يعني ترتيب للافكار، بقول والله انا علشان امشي المشروع بتاعي ده بطريقة سليمة همشي الخطوة دي الاول، يليها كذا يليها كذا. دي كده عملية التنظيم. يبقى انا خططت وعملت عملية تنظيم. طيب بعد التنظيم بتيجي مرحلة التوجيه. ايه المقصود بعملية التوجيه دي؟ بنقول اثناء التشغيل او انتاج المنتج بتاعي احيانا كده بتحصل بعض الانحرافات او بعض الاخطاء او بعض نتائج بتظهر لي كانت غير متوقعة. تمام، طب ده يعني ازاي؟ برضو المفترض لما تظهر لي حاجة زي كده اعمل انا ايه؟ بنقول بنعمل عملية توجيه، تعديل للمسار. ازاي تعديل للمسار؟ يعني انا المفروض في خطتي انا حاطط ان انا همشي كذا ورا كذا ورا كذا، وهتظهر لي النتيجة كذا وكذا. طب ما ظهرت ليش النتيجة كده، يبقى انا انحرفت عن المسار الاساسي او الطبيعي اللي انا ماشي عليه. يبقى في كده في خلل حصل عندي. التوجيه هنا بيعدل لي ده، بيرجعني للطريق السليم، بيقول لي اعمل ايه علشان ارجع للطريق السليم بتاعي واوصل للهدف اللي انا عايزه. طيب بعد ما عملت التخطيط والتنظيم والتوجيه بتيجي عملية الرقابة. والمقصود بالرقابة هنا ايه؟ هو زي ما احنا قلنا في الاول كده، متابعة وتقييم لاداء الخطة اللي انا كنت حددتها من الاول. انا كنت محدد خطة وقلت همشي وانفذ بخطوات ثابتة وعلى اساسها هوصل للنتائج هنا. الرقابة دي بقى بتقول لي او بتشوف معايا فعلا هل انا وصلت مشيت على نفس الخطوات ووصلت للنتيجة اللي انا عايزها ولا لا. تمام كده، يبقى احنا عرفنا ان العمليات الاداريه هنا متمثله في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقاب. طيب كل ده ليه؟ قلنا بغرض تحقيق الاهداف. وطبعا الهدف عندي كمؤسسه صناعيه هو ان انا اوصل لمتطلبات واحتياجات السوق سواء كان محلي او عالمي على حسب نشاط المؤسسه، وطبيعي بيكون بيفي باحتياجات ومتطلبات المستهلك. تمام، يبقى احنا كده عرفنا اول عامل عندي اللي هو الاداره. هنيجي بعد كده هناخد بالتفصيل ما المقصود بالموارد اللي احنا قلنا عندنا الخمس موارد بتوعي اللي كانت البشرية والمادية المالية المعلومات والوقت. نشوف كده مع بعض. المقصود بالبشرية اهو زي ما احنا اتفقنا وقلنا هم الافراد الذين يعملون في المنظمة. المقصود بقى بالافراد جميع الافراد سواء كانوا اداريين او عمال للتنفيذ. طيب عندي المورد الثاني او كانت الماديه، الموارد الماديه وهي كل ما يوجد في المنظمه من مباني واجهزه والات. احنا ساعتها قلنا كل ما هو محسوس وملموس اقدر احسه بايديا والمسه بايديا، اللي هو متمثل عندي هنا في ايه؟ في المباني وفي الالات والمعدات. طيب المورد الثالث هي الموارد الماليه، والمقصود بها كل المبالغ الماليه التي تستخدم لتسيير الاعمال الجاريه والاستثماريه. طيب يعني ايه الكلام ده؟ بنقول ان المقصود بالمبالغ الماليه هي المبالغ او الفلوس او التكاليف اللي انا بصرفها. التكاليف اللي انا بصرفها في ايه؟ بيقول لي في تسيير الاعمال الجاريه اللي هو في المشروع اللي انا شغال فيه حاليا. يبقى التكلفه اللي انا بصرفها في المشروع اللي انا شغال فيه حاليا. طيب امال ايه الاستثمارات دي؟ بنقول اللي هي المشاريع المستقبليه. تمام، اللي انا بجهزها للمرحله القادمه. ما انا مش هستنى لما اخلص المشروع بتاعي وبعد كده ابتدي افكر في مشروع تاني، لا احنا فعلا بنخلص، واحنا بنخلص في المشروع الاولاني بجهز خطه جديده لمشروع جديد، وبرضه طبيعي لازم اصرف لها لان انا بجمع معلومات بشوف احتياجات السوق وهكذا. فده المقصود بالموارد الماليه هي كل المبالغ الماليه التي تستخدم لتسيير الاعمال الجاريه والاستثماريه.
هنيجي نشوف بعد كده المورد الخاص بالمعلومات والأفكار، بيقول لي بيشمل الأرقام والحقائق والقوانين والأنظمة، وإحنا كنا اتكلمنا عنها وقلنا إن الكلام ده بيخص المؤسسة نفسها سواء داخليا أو خارجيا وعلاقتها بالمؤسسات أو الشركات المنافسة ليها. طيب الخاص بالوقت، المورد الخاص بالوقت هو الزمن المتاح لإنجاز العمل، اللي هو المشروع بتاعي ده هيخلص في مدة قد إيه، فأنا محتاج لازم أكون محدده في الخطة بتاعتي أو علشان الإدارة بتاعتي تكون ماشية بطريقة مظبوطة. هنيجي بعد كده هناخد نقطة جديدة وهي العناصر الرئيسية اللازمة لنجاح إدارة الجودة. أنا والله عايز الإدارة بتاعتي بإدارة المؤسسة دي عايزها تنجح، طيب هخليها تنجح ازاي؟ لازم في بعض النقاط كده لازم اتبعها واخد بالي منها كمسؤول اداره علشان المشروع بتاعي ينجح. نشوف مع بعض كده اول نقطه بيقول لي ايه؟ بيقول لي القياده الفعاله. تمام؟ النقطه الثانيه الجوده المعتمده على الرؤيه. ثلاثه مشاركه العاملين في صياغه رؤيه الجوده بالمنظمه. اربعه تحديد توقعات العميل واستراتيجيه التطبيق. خامس نقطه فرق العمل عبر الإدارة الوظيفية. طب يعني إيه الكلام ده؟ أنا عندي أول نقطة اللي هي القيادة الفعالة. أنا المقصود بالقيادة الفعالة المسؤول عن عملية الإدارة، مش إن هو يدي القرارات أو يدي أوامر وعلى جميع الأفراد تنفيذها بدون أي دراية وبدون أي علم، لا، هو دايما الإدارة لما تكون ناجحة بيكون مسؤول الإدارة بيشرك معاه باقي الأفراد. لما بيقول قرار بيبقى عارف هو قال القرار ده بناء على ايه، بناء على حقائق وارقام وبيانات كانت متجمعه وصل لها وعلى اساسها طلع القرار ده النهائي اللي احنا هنشتغل بيه. تمام؟ من هنا بيبقى عندي القياده الفعاله. تاني حاجه اللي هي الجوده المعتمده على الرؤيه. الجوده المعتمده على الرؤيه انا لازم يكون عندي هدف، الجوده هنا علشان تتحقق لازم يكون عندي هدف، الهدف ده هو ده الرؤيه بالنسبه لي اللي انا عايزه اوصل لها. لو مش موجود الهدف ده يبقى انا مش هقدر احقق جوده لان انا مش عارف انا عايز اوصل لايه. ففي في الجوده علشان او الاداره علشان تكون اداره ناجحه لازم يكون عندي الجوده يكون ليها هدف نتيجه اوصل لها. نيجي بعد كده مشاركه العاملين في صياغه رؤيه الجوده بالمنظمه. يعني ايه مشاركه العاملين؟ يعني انا كمؤسسه صناعيه لازم يكون عندي فيها عدد كبير من الاقسام. تاني هنرجع ونقول لازم مسؤول الإدارة ما بياخدش القرار بنفسه، ما بيحطش رؤية المؤسسة بنفسه أو لوحده، لازم بيشرك معاه جميع الأقسام وخصوصا العاملين، لأن أحيانا بيبقى ليهم رؤية والله هم اللي قاعدين على المكن، هم اللي بيشتغلوا، مندوبين المبيعات هم اللي موجودين في السوق، العلاقات العامة هي اللي بتتعامل مع الموردين وبتتعامل مع الأسواق، فلازم آخد آراء جميع الناس دي ويبقى نحط مع بعض كده في عمل مشاركة، نحط الهدف بتاعنا اللي احنا هنمشي عليه أو رؤية الجودة اللي احنا عايزين نحققها. رابع نقطة عندي هي تحديد توقعات العميل واستراتيجية التطبيق. أنا علشان تكون إدارتي ناجحة والمشروع بتاعي ناجح لازم أكون عارف أو متوقع المستهلك في الفترة اللي جاية هيحتاج لإيه، مش هستنى لما هو يطلب مني، لأ بالعكس أنا لازم بكون بعمل دراسة استطلاعية للسوق وببقى عارف هم عايزين إيه، ممكن يكونوا هيحتاجوا في الفترة اللي جاية إيه، على أساسها ببتدي اشوف التوقعات اللي هم ممكن يحتاجوها ايه وابتدي احدد المشروع بتاعي. ولازم وانا بحدد المشروع بتاعي احدد كمان طريقة تنفيذه اللي هي عملية التطبيق. هقول والله ده عشان يتنفذ هبقى محتاج كذا وكذا وكذا وهشتري كذا وكذا وكذا، هل الامكانيات دي كمؤسسة هقدر ان انا احققها، هقدر ان انا اوجدها قبل ما ابتدي في المشروع بتاعي اكون واثق ان الكلام ده هقدر اعمله. يبقى لازم اكون متوقعة متطلبات العميل وفي نفس الوقت طريقة التنفيذ بتاعتها، هل الماكينات بتاعتها متوفرة لدي، هل النفقات المالية هقدر عليها، هل عندي العمالة المهرة هيقدروا ينفذوا لي الشكل اللي أنا عايزه، كل ده لازم أكون حاطه في الاعتبار بتاعي. آخر نقطة عندي في العناصر الرئيسية اللازمة لنجاح إدارة الجودة هي فرق العمل عبر الإدارة الوظيفية. وزي ما احنا اتكلمنا برضو قلنا قبل كده ان لازم المجموعة تعمل زي ما بنتقال كده تيم وورك، يعني الكل يشترك مع بعضه في تنفيذ الجودة أو الهدف اللي احنا عايزينه توصل بيه المؤسسة أو المنشأة الصناعية. مفيش فرد بيشتغل لوحده، لازم الكل بيتجمع مع بعضه وبيكونوا في هيئة فرق عمل. نرجع تاني ونبص مع بعض كده على نقطة جديدة
في الإدارة، وهو الأسلوب العلمي. إزاي أنا هستخدم الأسلوب العلمي في حل المشاكل الإدارية؟ أنا كمسؤول إدارة في مؤسسة صناعية أحيانا طبعا بتظهر عندي بعض المشاكل، فأنا بعض المشاكل لازم أحلها بأسلوب علمي. طيب الأسلوب العلمي ده لما هستخدمه في حل المشكلة هيفيدني في إيه، أو هيعمل لي إيه، أو إيه الخطوات اللي هيمشيها عشان أقدر أحل المشكلة؟ بيقول لي عندي أول حاجة التعريف الدقيق لمظاهر المشكلة، تاني حاجة تحديد المشكلة والكشف عن العلاقات السلبية، تالت نقطة وضع الفروض المناسبة اللي احنا بنسميها الحلول المبدئية، رابع نقطة عندي جمع البيانات والمعلومات، خامس نقطة تحليل البيانات والمعلومات، سادس حاجة تفسير المشكلة اللي هو تأكيد ورفض الفرض اللي احنا قدمناه. طيب نقول بقى يعني ايه خصائص الاسلوب العلمي لحل المشاكل الاداريه. هي بيقول لي ان احنا هنمشي، انا ظهرت عندي مشكله بمشي على بعض الخطوات عشان اقدر احلها. ايه هي الخطوات اللي انا همشي عليها او هتبعها علشان اوصل لحل المشكله؟ بيقول لي اول حاجه لازم اشوف ايه الظواهر اللي ظهرت عندي. يعني ايه ظواهر؟ يعني والله انا وانا حاطط الخطه بتاعتي كنت حاططها وعامل حسابي ان هنمشي خطوه 2 3 وهتظهر لي النتائج 1 2 3، جينا في عمليه التنفيذ او اثناء التنفيذ لقينا في حاجات جديده بتظهر، حاجه مختلفه اللي هو تغيير المسار اللي احنا قلنا عليه، فكده بتظهر عندي بعض الظواهر. النقطة التانية ان انا هبتدي احدد المشكلة ازاي، بنقول من خلال الظواهر اللي بتظهر عندي دي بجمعها مع بعض كده وبتوقع تكون الظواهر دي او الاختلافات دي ناتجة عن ايه. هنا بقى في الحالة دي لما اعرف هي ناتجة عن ايه، هنا دي بالنسبة لي المشكلة. يبقى انا كده الاول عرفت المظاهر وتاني حاجة حددت المشكلة. طيب دي اول خطوة وتاني خطوة. طيب بعديها ايه المفروض بيحصل؟ بنقول وضع الفروض المناسبة. الفروض المناسبة هي الحلول البديلة او الحلول المقترحة اللي انا اقدر بيها احل المشكلة بتاعتي. تمام، طبعا الفروض دي او الحلول المبدئية او الحلول البديلة دي قابلة للرفض او للقبول. رابع حاجة بيقول لي جمع المعلومات والبيانات. طيب جمع المعلومات والبيانات عن ايه؟ عن الفروض اللي انا فرضتها دي، ما انا خلاص عرفت الظواهر وعرفت المشكلة حددتها وجيت بعد كده قلت خلاص انا هفرض الفروض، فرضت بدل الحل او بدل طريقة الحل 4 أو 5 طرق. طيب هنفذ انهي واحدة فيهم؟ انا لسه مش عارف. تمام، فانا هنا بجمع المعلومات والبيانات عن الاسلوب اللي انا هستخدمه في الفرض ده او في الفرض ده، النتيجة اللي انا هوصل لها ليها هتبقى ايه. يبقى انا بجمع ازاي هقدر انفذ الاسلوب ده في حل المشكلة وايه النتيجة اللي انا هوصل لها وايه اللي انا هقدر اللي هحتاجه للفرض ده والنتيجة اللي انا هوصل لها ليه. تمام، رابع حاجة تحليل البيانات والمعلومات. تحليل البيانات والمعلومات اللي هي الخاصة برضو بالفروض اللي احنا فرضناها، بشوف والله انا عندي الفرض الاول والتاني والتالت دول اقدر انفذهم عندي في المنشأة بتاعتي، اما الرابع والخامس دول هستبعدهم خالص. تمام، يبقى انا لما حللت قدرت اعرف انا عندي بدل ال5 فروض اللي كانوا مقترحين قدامي عملت لهم عملية فلترة او تصفية ووصلت ان انا عندي 3 حلول اقدر استخدمهم لحل المشكلة بتاعتي من خلال المنشأة. طب انا في المنشأة هستخدم ال3 حلول؟ لا طبعا، انا لازم من ضمن الـ3 هختار واحد بس هو اللي انا هستخدمه لحل المشكلة، وهو هنا بيبقى تفسير المشكلة اللي هي سادس نقطة عندي، وهو التأكيد على قبول او رفض فعلا الحل المبدئي اللي عندي او الفرض اللي انا فرضته لحل المشكلة، اللي هو بختار فيه فرض واحد بس من الفروض لتنفيذ وحل المشكلة. يبقى انا كده عرفت خصائص الاسلوب العلمي لحل المشاكل الادارية، وان اول حاجة بنعرف التعريف الدقيق لظواهر المشكلة، تاني حاجة تحديد المشكلة والكشف العلاقات السلبية، تالت حاجة فرضنا الفروض المناسبة اللي هي كانت الحلول المبدئية والبديلة، جمعنا البيانات، جمع البيانات والمعلومات طبعا اللي هي كانت عن الفروض المبدئية، خامس حاجة حللنا البيانات اللي احنا جمعناها عن الفروض المبدئية، واخر حاجة تفسير المشكلة، وطبعا التأكيد على قبول ورفض الفرض اللي هو من ضمن ال5 حلول او من ضمن ال3 حلول بقى اللي انا فلترتهم اخترت فرض واحد هو ده لحل المشكلة بتاعتي. نتنقل بقى بعد كده لنقطة جديدة وهي شروط تطبيق
الأسلوب العلمي في مجال إدارة الموارد البشرية، وإحنا كنا اتكلمنا عن الموارد البشرية وعرفنا إن هم العمال أو الأفراد الداخل المؤسسة أو المنشأة بتاعتي. طيب إزاي أنا أطبق الأسلوب العلمي ده، وإيه الشروط اللي أنا هحتاجها علشان أدخلها في مجال إدارة الموارد البشرية؟ بيقول لي أول حاجة عندي وجود نظام دقيق لتوفير البيانات والمعلومات الأساسية عن مشاكل الموارد البشرية الحالية والمتوقعة. يبقى أنا كده لازم يكون عندي نظام دقيق. النظام الدقيق ده وظيفته إيه؟ إن أنا لازم أعرف الأفراد اللي عندي اللي موجودين في المؤسسة إيه المشاكل اللي بتواجههم في الفترة الحالية، وإيه المتوقع مشاكل تقابلهم. طب أنا ليه بعمل ده كله أصلا؟ أنا عندي الأفراد دول هم اللي هيقوم بيهم المشروع بتاعي، هم اللي هينفذوا المشروع بتاعي، هم اللي هيوصلوا معايا للجودة العالية والهدف اللي أنا عايز أوصله. لو الناس دي ليها مشاكل مش هنقدر نوصل للمنتج بتاعنا للجودة اللي احنا عايزينها، وفي الحالة دي هتبقى الإدارة بتاعتي إدارة غير ناجحة. فأنا عايز أوصل لأن يكون إدارتي للمشروع إدارة ناجحة، فلازم أول حاجة أدير الموارد البشرية بطريقة مظبوطة زي ما قلنا في التعريف بتاع الإدارة في الأول خالص، الاستخدام الأمثل للموارد البشرية. عشان أستخدمها الاستخدام الأمثل لازم أعرف مشاكلهم، أعرف المشاكل الحالية والمشاكل المتوقعة إن هي تقابلهم. طيب أنا بعد ما عرفت ووجدت نظام لمعرفة المشاكل اللي بتقابلهم، بيقول لي لازم يكون عندي نظام، وجود نظام دقيق لتصنيف وتبويب هذه البيانات والمعلومات على أسس علمية معروفة وواضحة. يعني برضو زي ما اتكلمنا قبل كده، أنا بعد ما عرفت المشكلة لازم بفرض الفروض، والفروض دي لازم بجمع عنها معلومات وبيانات، وبشوف والله أنا عشان أحل المشكلة دي هفرض فرض واثنين وثلاثة. طيب فرضت الفروض دي لازم أجمع البيانات عنها، إن أنا محتاج علشان أستغل الفرض ده وأحل المشكلة بتاعتي محتاج 1 2 3، هل ده متوفر عندي في المنشأة ولا لأ، والفرض التاني نفس الحكاية والتالت وهكذا. وبعد كده بفلتر الفروض اللي أنا فرضتها دي، وبيتبقى عندي فرضين أو ثلاثة اللي هي اللي أنا بستخدمهم لحل المشكلة بتاعتي. ده الجمع بتاع جمع البيانات والمعلومات. ثالث نقطة عندي وجود مقاييس ومعايير كمية بتساعد إدارة الموارد البشرية على تحليل وتفسير المشاكل، محل البحث لاتخاذ قرارات موضوعية سليمة. يبقى أنا بعد ما جمعت المعلومات والبيانات عن الفروض اللي أنا فرضتها، باجي بعمل لها عملية مقياس ومعايير اللي هي الفلترة اللي احنا قلنا عليها. اي فرد من الفروض او اي مجموعة من الفروض دي هقدر استبعدها، واي منها اقدر احققها في المؤسسة بتاعتي عشان احل المشكلة اللي بتقابل الموارد البشرية الموجودة عندي، علشان اقدر اوصل للقرار السليم واقول ان ده الفرد اللي انا هستخدمه لحل المشكلة اللي قدامي، او اتجنب بيها المشكلة المتوقعة اللي ممكن تحصل في الفترة القادمة. نيجي بعد كده لنقطة جديدة وهي نتائج تطبيق الأسلوب العلمي في إدارة الموارد البشرية. طيب أنا بعد ما طبقت الأسلوب العلمي، إيه النتائج اللي أنا هوصل لها لما استخدم الأسلوب العلمي ده؟ بيقول لي أهو، أول حاجة توضيح الظواهر ومشاكل الموارد البشرية في ظل الأوضاع السائدة. يعني هو بيقول لي والله أنت حصل عندك اختلافات أو انحرافات 1 2 3 في ظل الظروف اللي انت شغالة فيها دي. تاني حاجة تفسير المشاكل الحالية والمتوقعة ببيان العوامل والمسببات الكامنة وراءها. يعني هنا بيقول لي الظواهر دي كانت بسبب كذا وكذا وكذا، هي حاجات مش ظاهرة قدامي، هنا الاسلوب العلمي بيوضحها لي، بيعرفني ايه سبب وجود الظواهر او سبب ظهور الاختلافات او سبب ظهور الانحرافات اللي حصلت في الموارد البشرية بتاعتي دي. نيجي بعد كده بيقول لي توفير الحلول البديلة والمقترحة لمواجهة هذه الظواهر والمساعدة في اتخاذ قرارات سليمة. يعني هنا بعد ما وضح لي الظواهر وعرفني ايه هي الاختلافات، جينا بعد كده وفسر لي المشكلة وقال لي ايه سببها، جينا بعد كده الخطوة الثالثة قال لي لازم تفرضي فروض، والفروض دي اللي انا هستخدمها لحل المشكلة سواء كانت الحالية او المتوقعة ان هي هتكون معايا وبيساعدني في اتخاذ القرار السليم. طيب جينا الرابع نقطة عندي او رابع نتيجة عندي من استخدام الاسلوب العلمي او تطبيقه على ادارة الموارد البشرية، وهو تقييم القرارات والتصرفات الادارية وتحديد
مدى فاعليتها وكفاءتها في حل المشكلات لإنجاز الأهداف المطلوبة. يعني أنا بعد خلاص ما اخترت الفرد البديل لحل المشكلة وقلت خلاص أنا هتبع الأسلوب ده عشان أحل المشكلة اللي قدامي، جه بعد كده وقال لي في عملية تقييم، هو مش بيسيبني كده وخلاص، لا هو بيقول لي لازم نقيم نشوف هل فعلا القرار اللي حضرتك أخدتيه ده عشان تحلي بيه المشكلة فعلا وصلك للنتيجة اللي انت عايزاها، هل فعلا حل المشكلة، طيب حلها او ما حلهاش، طب لو حلها كما يجب او زي ما احنا عايزين حل نهائي، ولا كان لسه ليها بعض التوابع كان محتاج فرض تاني او اسلوب تاني اتبعه لحل المشكلة نهائيا. يبقى دي عملية تقييم للقرارات اللي تم اتخاذها في حل المشكلة. نيجي بعد كده خامس نتيجة بنوصل لها، هو تدعيم إدارة الموارد البشرية بالخبرات الاستثمارية. يعني هنا بيقول لي من خلال المشاكل اللي بتقابلنا اللي احنا حليناها بيبقى عندي خبرة سابقة خلاص للمشاكل وإيه حلها، خلاص مش هحتاج بقى لما تيجي تقابلني المشكلة تاني أو شبيهة ليها، مش هقعد لسه أفرض فروض وأدور إيه أنهي حل وأنهي طريقة أنسب لحل المشكلة، لا خلاص أنا عندي خبرة سابقة بقول لو قابلتني المشكلة دي في أي وقت من الأوقات حلها بيكون كذا. يبقى دي تدعيم إدارة الموارد البشرية بالخبرات الاستشارية. نيجي بعد كده وهنشوف حاجة تانية تخص برضو الإدارة، هو المقصود بالرقابة على جودة العمليات الإدارية. المقصود بالرقابة على جودة العمليات الإدارية بيقول لي هي عبارة عن عملية تقييم، تمام، عملية تقييم. طب تقييم لإيه؟ بيقول لي النشاط الإداري الفعلي للتنظيم. يبقى تاني هي عملية تقييم النشاط الإداري الفعلي للتنظيم ومقارنته بالنشاط الإداري المخطط، ومن ثم تحديد الانحرافات بطريقة وصفية أو كمية بغية اتخاذ ما يلزم لمعالجة الانحرافات. لما أجي أعرف رقابة على جودة العمليات الإدارية عايزة حضراتكم كده تفتكروا معايا تعريف الإدارة. كنا بنقول إن احنا بنستخدم الاستخدام الكفء والفعال للموارد، أيا كانت بقى الموارد بتبقى عن طريق عمليات إدارية، وقلنا ساعتها إن العمليات الإدارية دي بتتقسم معايا لأربع نقاط، كان التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. هنا بيقول له لو تاخدوا بالكم هنا احنا قلنا الرقابة هي عملية تقييم النشاط، طب أنهي نشاط؟ بيقول لي النشاط الفعلي لمين؟ للتنظيم. أنا بعد ما خططت نظمت قلت والله أنا همشي 1 2 3 الخطوة دي يليها الخطوة دي يليها الخطوة دي، هنا بيقيم لي هل فعلا النشاط اللي حضرتك مشيتي عليه ده اللي هو 1 يليه 2 يليه 3 بتقارنيه بالنشاط اللي انت فعلا كنت مخططاله. انا دلوقتي بنفذ الخطة اللي اتوضعت لي، الخطة الفعلية بقى اللي انا شغلاها هل شبه اللي اتحطت على الورق؟ هل انا ماشية على نفس الخطوات اللي انا كنت مخططالها؟ هل طلعت لي بالنتيجة اللي كنت متوقعاها ساعة وانا بحط الخطة؟ دي عملية التقييم، التقييم الفعلي للأداء الحالي واللي كان محطوط على الورق. يبقى هو عملية تقييم النشاط الإداري الفعلي للتنظيم ومقارنته بالنشاط الإداري المخطط له مسبقا، تمام، ومن ثم تحديد الانحرافات بطريقة وصفية. ايه المقصود بالانحرافات؟ احنا قلنا الانحرافات هي التغيرات او الظواهر الجديدة اللي بتظهر عندي الغير متوقعة او اللي كان مش معمول حسابها او اللي ما كانش متوقع ان هي تكون موجودة في خطتي، ما عملتش حسابي ان هي موجودة، دي الانحرافات. الانحرافات دي على فكرة مش معناها ان هي حاجات خطأ فقط، لا ممكن تكون انحرافات ايجابية وهنشوفها مع بعض بعد كده. ويبقى هو هنا بيحدد لي الانحرافات، بيوصفها لي وبيحدد لي عددها قد ايه. طيب كل ده ليه؟ اهو بيقول لي بغية اتخاذ ما يلزم لمعالجة الانحرافات عشان اوجد الحلول البديلة اللي تخليني اعدل المسار بتاعي وارجع لنفس خطوات الخطة اللي انا كنت مخططة لها مسبقا. يبقى الهدف من ده كله معالجة الانحرافات. يبقى نرجع تاني ونقول كده مع بعض، المقصود بالرقابة على جودة العمليات هي عبارة عن عملية تقييم النشاط الإداري الفعلي للتنظيم ومقارنته بالنشاط الإداري المخطط له، ومن ثم تحديد الانحرافات بطريقة وصفية أو كمية بغية أو بغرض اتخاذ ما يلزم لمعالجة الانحرافات. طيب
نيجي نشوف نقطة جديدة تخص برضو الرقابة على جودة العمليات الإدارية، وهي وظائف الرقابة على جودة العمليات الإدارية. طيب الوظائف دي يعني إيه؟ بتقدم لي إيه الرقابة على جودة العمليات الإدارية دي؟ هستفاد منها بإيه؟ بيقول لي أهو، بيقول لي أول حاجة التأكد من أن وظائف الإدارة يجرى تنفيذها حسب ما هو مخطط له. يعني لازم وظيفة الرقابة على جودة العمليات الإدارية إن هو بيشوفني هل فعلا الخطوات اللي أنا ماشية عليها في التنفيذ هي نفس الخطوات اللي اتحطت في الخطة على الورق قبل كده، أو لا. هو بيتأكد لي من ده. تاني حاجة عندي الكشف عن الانحرافات السلبية ومعالجتها. ركزوا كده معايا، الانحرافات السلبية، تمام، الانحرافات السلبية اللي هي الأخطاء بقى ومعالجتها، والتعرف على الانحرافات الإيجابية وتدعيمها. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول لي إن هو من عملية الرقابة أو عملية المتابعة اللي هو بيعملها عليا على مسار التنفيذ بتاعي، وإذا كان مطابق للخطة الموضوعة مسبقا أو لأ، وبيتأكد إذا كان في بعض الانحرافات، بعض الاختلافات حصلت أثناء التنفيذ المخطط ليه. التنفيذ حصلت بعض الانحرافات، بعض الاختلافات. الاختلافات دي بيقولي في منها سلبي وفي منها ايجابي. سلبي يعني بيسبب لي ضرر، يعني مش هيوصلني للهدف اللي انا عايزه، بل بالعكس هيقلل من مستوى الجودة اللي انا عايزه اوصل لها. ففي الحالة دي لازم يساعدني في ايجاد فروض او حلول بديلة احل بيها المشكلة اللي بتواجهني عشان اعدل المسار بتاعي او اعدل الانحراف واوصل للمسار السليم اللي هيوصلني للهدف اللي انا عايزه. طيب في انحرافات تانية؟ انحرافات ايجابية زي ما قلنا، والانحرافات الايجابية دي برضو بيبقى غير متوقعة، بس بتحصل برضو بالصدفة، بتوصلني لمستوى اعلى مما انا كنت متوقعه. ففي الحالة دي محتاج ادعمها. ادعمها يعني ايه؟ يعني اشوف ايه الامكانيات اللي عندي اثناء التنفيذ وصلتنا لده، خليت الجودة بتاعت المنتج بتاعي هتوصل لأعلى ما أنا كنت متوقعة، وبزود من الأدوات أو من الخدمات اللي اتقدمت علشان أوصل لأعلى درجة من الجودة أو أوصل للهدف اللي أنا عايزه. نيجي نشوف تالت، برضو تالت وظيفة، الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية ورفع الكفاءة الإنتاجية. أهم موارد عندي في موارد عملية الإدارة طبعا هي الموارد المالية والموارد البشرية. الموارد المالية طبعا هي الفلوس والنفقات اللي بتتصرف في المشروعات الحالية والمشروعات الاستثمارية زي ما قلنا قبل كده. طيب لو أنا ما استخدمتهاش الاستخدام الأمثل، يبقى أنا في الحالة دي بهدر للمال الخاص بالمؤسسة. طيب برضو الموارد البشرية زي ما اتفقنا إن هي خاصة بالأفراد اللي موجودين عندي في المنشأة ايا كان وظيفتهم ايه. لو برضو ما استخدمتهمش زي ما قلنا الاستخدام الامثل، يبقى انا بهدر الطاقة البشرية اللي موجودة عندي، وكده ببقى بضيع مستوى جودة المنشأة بتاعتي. فهنا بيقول لي ان وظيفة الرقابة هنا الاستخدام الامثل للموارد المالية والبشرية لرفع الكفاءة الانتاجية، لزيادة الانتاج بتاعي والوصول للهدف او للجودة اللي انا عايزها. نيجي لرابع وظيفة بتقدمها لي الرقابة على جودة العمليات الإدارية، هو الكشف عن مستوى الأداء الفعلي للأفراد. يعني والله أنا في خطتي كنت عاملة حسابي إن مستوى الأفراد اللي عندي أو الموظفين الموجود عندي أو العاملين الموجود عندي هيوصلوا معايا بالجودة للمستوى كذا. أنا في ساعة التنفيذ الخطة بقى بتابع، او عملية الرقابة او وظيفة الرقابة هنا بتتابع او بتقيم هل فعلا الافراد دول وصلوني لمستوى الجودة اللي انا فعلا كنت متوقعه او اللي فعلا كان موجود في الخطة دي. بتشوف بقى الاداء الفعلي هل فعلا وصلوا له، ولا وصلوا لمستوى اقل، ولا وصلوا لمستوى اعلى. تمام، يبقى هنا احنا بالنسبة الوظائف الرقابة على الجودة عرفنا ليها أربع وظائف، هي التأكد من أن وظائف الإدارة بيجرى تنفيذها حسب ما هو مخطط له مسبقا طبعا. تاني حاجة الكشف عن الانحرافات السلبية ومعالجتها والتعرف على الانحرافات الإيجابية وتدعيمها. اتكلمنا برضو عن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية ورفع الكفاءة الإنتاجية، وكانت رابع وظيفة بالنسبة لي هو الكشف عن مستوى الأداء الفعلي للأفراد. يبقى أنا كده عرفت العامل الأساسي من العوامل المؤثرة على جودة الإنتاج،
وعرفنا ان هو الاداره، عرفناه وعرفنا ايه هي العناصر اللي بتساعد على نجاح الاداره، عرفنا برضو ايه هي الاسلوب العلمي وازاي اقدر استخدمه، الاسلوب الامثل والخصائص بتاعته في حل المشكلات الاداريه، ازاي اقدر اطبقه في مجال الموارد البشريه وايه النتائج اللي هتظهر عندي، عرفنا برضو الرقابه على جوده العمليات ايه هي وعرفناها، وعرفنا بعد كده الوظائف اللي هي بتقدمها لي. طيب انا محتاج اطبق الاداره دي على نظام التخصص بتاعي اللي هو خاص بمصانع الملابس الجاهزة، عندي إدارة الجودة بمصانع الملابس الجاهزة، وأنا علشان خاطر أحقق الجودة بتاعتي أو تكون إدارة الجودة بتاعتي إدارة سليمة لازم بتبقى موجودة في جميع أقسام مصانع الملابس الجاهزة أو في الهيكل التنظيمي للمصنع. طيب أنا الهيكل التنظيمي اللي عندي عبارة عن 6 أقسام للمصنع، القسم الأول هو خاص بمراقبة جودة الخامات الأساسية والمساعدة، القسم الثاني هو قسم مراقبة المعدات والآلات والصيانة، الثالث هو مراقبة الأجزاء المكونة للمنتج النهائي، والرابع قسم مراقبة مراحل الإنتاج، والخامس قسم الفحص النهائي، والسادس قسم الإحصائيات الخاصة. يعني إيه بقى كل الأقسام دي، أو هقدر إزاي هوظف إدارة الجودة في كل قسم من الأقسام دي؟ هنبدأ مع بعض كده بقسم، أول قسم هو قسم جودة الخامات الأساسية والمساعدة. المقصود هنا بإدارة الجودة في قسم الخامات الأساسية والمساعدة، الخامات الأساسية والمساعدة هي الخامات اللي أنا هستخدمها سواء كانت أقمشة أو خيوط أو ما شابه ذلك. طيب وظيفة إدارة الجودة هنا إيه؟ هي بتتم عن طريق عملية فحص الخامات الواردة للمصنع الجاية من الموردين ولسه داخلة المخازن عندي، لازم أعمل لها عملية فحص، بشوف هل هي مطابقة للمواصفات ولا لأ، على الجودة المطلوبة، التكلفة بتاعتها مطابقة ولا لأ، ده لازم بتابعه. طيب وعلشان خاطر اتابع ده لازم جزء منها بيكون خاص بالمعامل سواء كانت بالصبغات او بعض العيوب اللي انا ممكن القاها، وعلى اساسها لازم يكون القسم ده مرتبط بيه معامل او اختبارات لعمليات الفحص. طيب نيجي نشوف تاني قسم عندي هو قسم مراقبة المعدات والآلات والصيانة، وده برضو القسم علشان تكون فيه إدارة الجودة مظبوطة لازم بيعتمد على فحص المعدات والآلات اللي موجودة عندي، هل هي فعلا مؤهلة لتشغيل المنتج الحالي ولا لأ، هل هي الأجزاء بتاعتها سليمة ولا لأ، طيب القطع الغيار بتاعتها هتكون متوفرة عندي في الأسواق أقدر أبدلها ولا لأ، هتنفذ لي فعلا خطوات تنفيذ المنتج بالطريقة السليمة أو لا. تمام نيجي بعد كده لقسم مراقبة الأجزاء المكونة للمنتج النهائي، والقسم ده هو الخاص بفحص الأجزاء اللي بتجمع لي المنتج زي ايه مثلا، زي السوست زي الكلف، فده ده لازم برضو بتتم فيه عملية الفحص هل هي فعلا مطابقة للمواصفات او لا، برضو بيكون عندي مرتبط بأبعاد المنتج، بيبقى عملية فحص لأبعاد المنتج خاصة لو كانت الأقمشة المنتج بيها المنتج بتاعي أقمشة نسجية، وبرضو بيبقى مرتبط بعملية الرقابة على وزن الأجزاء اللي اتقصت، هل فعلا الوزن بتاعها مناسب أو كما هو متوقع، مع وجود برضو بعض السماحيات سواء كان في الأبعاد أو الوزن حسب المواصفات القياسية اللي العميل متفق بيها مع إدارة المؤسسة. نيجي بعد كده على قسم مراقبة مراحل الإنتاج، وبنعتبر إن قسم مراقبة مراحل الإنتاج ده هو العمود الفقري بتاع مراقبة الجودة للمصنع بأكمله، لأنه بيتم فيه الكشف أو المراقبة أو المتابعة على جميع مراحل تشغيل المنتج، المنتج اللي فعلا بقى هيوصل للمستهلك ويفي باحتياجاته بمتطلباته. وعملية الفحص هنا في القسم ده لازم بتتم في كل مرحلة من مراحل التشغيل، وبتتم طبعا عن طريقتين، يا إما بفحصها فحص جميع القطع احنا بنسميه الفحص او التفتيش 100%، او بيتم عن طريق الفحص العشوائي وهو بيتم في خلال عينه، سحب عينه من ضمن مجموعه من العينات بنشوفها مطابقه للمواصفات ولا لا، وعلى اساسها بيكون مجموعه العينات دي او مجموعه الاجزاء دي مطابقه للمواصفات، وبناخد من مجموعه تانية نسحب من مجموعه تانية عينه عشوائيه، وهكذا في جميع العينات. نيجي بعد كده قسم
الفحص النهائي، وده بيكون بعد ما المنتج خلاص تم تنفيذه نهائيا، بتتم عملية الفحص للمنتج النهائي هل هو مطابق لمواصفات التصميم ولا لا. في مجمله الخامات المستخدمة كانت مظبوطة، الألوان كانت مظبوطة، أبعاده مظبوطة، هل فعلا بعد التنفيذ كان مطابق لمواصفات التصميم الموضوع واللي تم الاتفاق عليه مع العميل. لازم الكلام ده بيكون متبع، وده اللي بيكون في قسم الفحص النهائي. نيجي بعد كده على قسم الإحصائيات الخاصة. وقسم الإحصائيات الخاصة ده المسؤول عن تجميع كل تسجيل المراقبات اللي فاتت اللي تم تسجيلها في الكشوف، وبشوف وبعرف الانحرافات أو المشاكل اللي واجهتنا أثناء عملية التنفيذ، وهل فعلا المنتج طلع معايا مطابق ولا لا. فمن خلال السجلات دي بقدر أعرف الانحرافات كانت فين، وبقدر أعرف المشكلات كانت فين ومين المسؤول عنها. وفي النهاية بيكون العيوب أو نتائج الفحص ده بتكون واقعة على جميع أعضاء نظام المراقبة أثناء مراحل التشغيل كلها، ولازم بيضعوا في الآخر أسلوب أو طريقة أو فرض زي ما احنا اتفقنا لحل المشكلة اللي ممكن تواجهنا. كده يبقى احنا خلصنا العامل الأول معانا من العوامل المسؤولة عن مراقبة جودة الإنتاج، وكان عامل الإدارة. نيجي بعد كده للعامل، هنا معلش بعض الصور بتوضح لنا في الأقسام بتاعتنا إزاي بتكون مراقبة الخامات وإزاي بيتم عملية التسجيل. هنا مراقبة الأجزاء المكونة للمنتج، بيشوف الأبعاد بتاعة المنتج على التصميم اللي موضوع وعلى المنتج المنفذ. هنا برضو أثناء مراحل التشغيل في المنتج، مراحل الإنتاج داخل الصالة نفسها، وهنا المتابع برضو بيتابع معانا أثناء عملية الفحص النهائي بعد ما المنتج خلص، بنشوف الأبعاد بتاعه والتصميم بتاعه مطابق ولا لأ. بنيجي بعد كده للعامل التاني، وقلنا ان هو حجم وتنظيم المصنع. هاخد فيه اول نقطة هو تأثير حجم وموقع المشروع على جودة الانتاج. يعني ايه تأثير جودة حجم وموقع المشروع؟ يعني انا وانا لسه بحط فكرة جديدة لانشاء المشروع بتاعي، عايز اوجد له مكان، انا هنشئ مصنع عايزه اوجد له مكان. طيب المكان اللي انا هل انا بختاره المنطقه دي عجبتني؟ لا طبعا، هي مش هتفيدني انا في حاجه، هي المهم تفيد المشروع بتاعي، قريبه من طرق المواصلات، قريبه من الموردين بتوع الخامات بتوعي، مساحتها هتكون كافيه ليا. طيب هعمل المصنع بتاعي ده او هبنيه من طابق واحد ولا من عده طوابق؟ ترتيب الماكينات داخل المصنع، حجم الماكينات داخل المساحه بتاعه المصنع اللي انا حددتها دي هتكون كافيه، هتساعدني ولا لا؟ كل ده فيما يخص حجم المصنع وتأثيره على جودة الإنتاج. هنشوف مع بعض كده. بيقول لي أول نقطة من النقاط اللي بتؤثر على حجم وموقع المشروع على جودة الإنتاج هي اختيار الموقع. ده بيعد عنصر رئيسي من عناصر التخطيط الاستراتيجي للإنتاج، يعني ده عنصر أساسي وأول حاجة بفكر فيها بالضبط كده. هل قدامي المصنع ده متوفر فيه طرق؟ هل في مصانع مجاورة ليه؟ هتبقى في خدمة تحتية متوفرة ولا لأ؟ وطبيعي بشوف إذا كان قريب للموارد وقريب للأسواق اللي هيتم تسويق فيها المنتجات ولا لأ. تاني نقطة عندي بيقول لي بعد اختيار الموقع بيصعب عمليا نقله لمكان آخر. ده طبيعي، أنا لو بنيت أنا خلاص اتكلفت تكاليف، سواء كانت تكاليف في البناء أو في المرافق أو في تركيب الآلات أو غيره، هحتاج بعد ده كله انقله، لو ما عجبنيش او ما نفذليش او ما حققليش اللي انا عايزه طبعا هيبقى صعب جدا وهيكلفني تكلفة كبيرة. فبيقول لي بعد اختياره بيصعب عملية نقله لمكان اخر، وعليه بيترتب العديد من انواع التكاليف. زي ايه؟ بيقول لي مثل اعادة البناء والمرافق، اعادة تركيب الالات والتجهيزات مع احتمالية حدوث تلفيات، فروق ارتفاع الاسعار بين انشاء المشروع في الموقع الاول وتعديل القرار، كما يؤثر على تكاليف التشغيل سواء كانت تكاليف ثابتة او متغيرة، والايرادات وعمليات التسويق وبالتالي على الارباح.
طبعا احنا لسه ما كملناش مع بعض تأثير حجم وموقع المشروع. للأسف خلصت حلقتنا النهاردة، بس قبل ما نخلصها محتاجة بس كده أراجع معاكم كده مراجعة سريعة اللي خدناه النهاردة. احنا كنا بنتكلم عن العوامل المؤثرة على جودة الإنتاج، وقلنا هما كانوا 5 عوامل. العامل الأول كان الإدارة، العامل الثاني حجم وموقع المصنع، ثالث عامل كانت المواد الخام، رابع عامل كانت المعدات والآلات، خامس عامل كان نوع الإنتاج. واتكلمنا النهاردة عن أول عامل هو الإدارة، وعرفنا تعريفه وإيه هي عناصر الإدارة الناجحة، وإزاي أقدر أستخدم الأسلوب العلمي لحل المشاكل الإدارية اللي بتقابلني، وإزاي أقدر أطبقه على الموارد البشرية، وإزاي النتائج اللي أنا هوصل لها، وابتدينا نطبقه على مصانع الملابس الجاهزة. وابتدينا في تاني عامل من العوامل هو كان حجم وموقع المصنع. شكرا ليكم، يا رب تكون استفدتوا بحلقتنا النهاردة، وبالتوفيق واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.